السلام عليكم. معكم تحديات ومقالب. التحدي الأول ناكل الشيبس. من يخلص أول آخر واحد ياخذ عقاب. عقاب يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. خلصتون أول واحد، ثاني واحد، آخر واحد. عقاب لازم عقاب. شو العقاب حيكون؟ هو العقاب حيكون حتاكل شطة مع الفلفل. لا مو شطة مع الفلفل، شطة مع الفلفل. الشبس اللي أمك ادتنا إياه تاكل منه 5 أكياس. ما عندنا. أوه يا جابة العيال جبتوا فيها جابة. دقيقة قول لي إيش تسوي؟ بس اروح اجيب عشوائي. صار دي البرنسس الغبيه هذه اغبى برنسس هذه اغبى بالدين كمان. شوف طيزه والله لو سمعاني قلت هذا والله لا تطفش. خلاص التحدي حق النقاشي. صح ايوه. ايش طيب التحدي حق اليوم؟ هعيده صح؟ نعيده؟ بس مو تحدي الشيبس هذا. نعيده ما ضبط معانا. والله يا سيب والله يا سيب حتى انا حق ما ضبط.